افتتح وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت عبد الرحمن المطيري المركز الإعلامي المصاحب لقمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها دولة الكويت يوم الأحد المقبل. نعم، تفاصيل أوفى حول المركز الإعلامي ينقلها لنا موفد مركز الأخبار إلى دولة الكويت الزميل محمد يوسف. افتتح معالي وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري المركز الإعلامي المصاحب للدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، حيث يهدف إلى تقديم كافة الخدمات للإعلاميين ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية لتغطية فعاليات القمة الخليجية بشكل شامل. احنا بكل امانه سعيدين بتواجد اشقائنا بدول مجلس التعاون الخليجي للتحضير والاعداد والتنظيم بشكل جيد للقمه الخليجيه لدورتها 45. اليوم قاعد نشوف المركز الاعلامي الحمد لله بمشاركه جميع الدول الخليجيه، اليوم نشوف المعرض يضم 6 اجنحه لدول الاعضاء والجناح السابع للامانه العامه لدول مجلس التعاون الخليجي. هذه الاجنحه تعرض مسيره الإنجازات والمسيرة التاريخية والأحداث المهمة اللي مر فيها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اجتماعاتهم ودوراتهم المتعاقبة. اليوم احنا لابد أن نساهم بشكل جيد بوجود مركز إعلامي يتيح الفرصة لكل الأدوات المناسبة للإعلاميين والصحفيين أن يقدمون الصورة الجميلة لهذه الاجتماعات المهمة. وقد تم تجهيز المركز بأحدث وسائل الاتصال بالإضافة إلى توفير التجهيزات الأمنية والطبية ووسائل الضيافة على مدار الساعة، مما يتيح للإعلاميين أداء رسالتهم بكفاءة ويسر. ويعتبر الحضور الإعلامي في مثل هذه المحافل أمراً ضرورياً، حيث يسهم في نقل القرارات والإنجازات التي تصب في مصلحة دول المجلس، ويعكس أهمية ما ينتج عن القمة من قرارات تؤثر على الشأن الإقليمي والعالمي. اليوم هناك استراتيجيات موحدة ورؤى مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي تحقق طموح شعوبنا الخليجية، خاصة اليوم احنا دورة الكويت في حملتنا الإعلامية أطلقنا شعار مهم اللي هو مستقبل خليجي للإنجازات الكبيرة اللي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه من خلال الحكمة لقادتنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتوجيهاتهم ولرؤاهم الثاقبة والمهمة اللي انعكست في مؤسساتنا وحققت إنجازات ملهمة وكبيرة تحقق طموحات شعوبنا الخليجية. هذه تحملنا مسؤولية أكبر احنا كوسائل إعلام أن نترجم هذا الأمر بشكل جيد وأن يعني نعكس الصورة اللي يتأثر فيها العالم أجمع بوجود هذا الاتحاد الخليجي وهذه الاجتماعات وهذه الرؤى، أن نترجمها بشكل جيد بشكل إعلامي مميز، وخاصة اليوم كل الأدوات متاحة لنا وكل الكفاءات الإعلامية موجودة وأيضا الخبرات الإعلامية. إن دور الإعلاميين يشكل أهمية كبيرة في نقل وجهات نظر أصحاب الجلالة والسمو حول القضايا المختلفة التي تمر بها دول المنطقة والعالم، كما يمثل هذا الحدث فرصة للتقارب والالتقاء، مما يعزز مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي ويساهم في إبرازها من خلال التغطية والمتابعة اليومية لأعمال القمة. المركز الإعلامي هو عبارة عن مكان يجمع جميع الخدمات وجميع الاحتياجات التي يحتاجها الإعلامي الخليجي لتغطية فعاليات القمة. هذا المركز هو ثمرة تعاون عدد من الجهات في داخل الدولة وعدد من الجهات في وزارات الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وملتقى للحوار وملتقى لنقل الرسائل الإعلامية وملتقى لخدمة الإعلامي بشكل عام. والهدف المرجو هو أولا التواصل ما بين إعلاميين دول مجلس التعاون، لقاء إعلامي مجلس التعاون مع الصحافة العالمية من عدد من الدول المختلفة، كذلك إيصال المعلومة الصحيحة للإعلام الخليجي، توفير الخدمات التي يحتاجها الإعلامي لنقل الصورة ولنقل القمة ولنقل الأحداث بسلاسة وبسهولة. يلعب الإعلام الخليجي دوراً محورياً في تعزيز الروابط الأخوية بين دول المجلس، مما يعكس قوة العلاقات التاريخية الممتدة عبر السنين. وفي هذا السياق نظمت وزارة الإعلام الكويتية
جدولا حافلا بالفعاليات والزيارات الميدانية للوفود الإعلامية لاطلاعهم على أبرز المعالم الثقافية والسياحية في البلاد. افتتاح المركز الإعلامي المصاحب لأعمال الدورة 45 لمؤتمر القمة لمجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت يؤكد أهمية دور الإعلام في الإطلاع على الرؤى والقرارات التي ستنتج من القمة الخليجية والتي لها أهمية استراتيجية عالية وتأثيرات على قضايا دول المنطقة والعالم. محمد يوسف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.